السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنا وجوستنا برشيتكم في جديد، في هذا الفيديو راح نشرح تحديات الأسبوع التاسع للموسم العاشر. أوكي، بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبس خليكم مع المقطع. اوكي، ونبلش بالتحدي الاول. والتحدي الاول مطلوب منك انك تهبط على اماكن مختلفة من البوليسيز. طبعا هسه راح اورجيكم وين اماكنهم، وبس خليكم على المقطع. اوكي، مثل ما شايفين هذا هو المكان الاول، كل عليك بس تهبط عليه وخلاص. بجنب المدينة هاي. اوكي، وهسه ننتقل للمكان الثاني. اوكي، مثل ما شايفين هذا هو المكان الثاني، محل ما انا هبطت في المنطقة هاي عند جريسي. اوكي، ومثل ما شايفين هذا هو المكان الثالث في المنطقة هاي عند بولر، مثل ما انتم شايفين. اوكي، وننتقل للتحدي الثاني. والتحدي الثاني مطلوب منك انك تلمس الدائرة بعد ما تضرب اول ضربة 50 مرة. يمكنك تسويهم على حجر او خشب، بس تضرب اي اشي وبس تطلع لك النقطة اضرب عليها 50 مرة. يمكنك تسويها بنفس الجيم او في جيم مختلفة، بس كل عليك تيجي عند اي شجرة، بعدين بس تضرب اول ضربة بيطلع لك زي دائرة او نقطة، بس كل عليك تضربها 50 مرة. اوكي، وننتقل للتحدي الثالث. والتحدي الثالث مطلوب منك انك تقتل شخص باستخدام السنايبر، اي سلاح سنايبر الهيفي او البوليت، تقتل اي واحد باستخدام سنايبر. اوكي، وننتقل للتحدي الرابع. والتحدي الرابع مطلوب منك انك تدمج البوتات في طور ذا كومباني. اوكي، مثل ما شايفين هذا هو الطور، بس تنزل التحديات اللي هو التحدي الرابع، مطلوب منك بس تدمج بوت واحد في الطور هذا. اوكي، وننتقل للتحدي الخامس. والتحدي الخامس مطلوب منك انك تكمل تحدي الهبوط عند فتل فيلد، يعني في راح تكون دوائر بالسماء. هسه مثل ما شايفين في زي دوائر بالسماء، كل عليك تدخلهم بس تنزل من الباص، يعني وانت نازل من الباص تدخل في الحلقات هاي وهيك بتخلص التحدي. بتلاقي الحلقات هاي عند فتل فيلد، بس تنزل من الباص وتدخل فيهم. اوكي، وننتقل للتحدي السادس. والتحدي السادس مطلوب منك انك تدمج 10 اشخاص هيدشوت، يعني لكل واحد تدمجه مرة واحدة هيد شوت، او بامكانك تظلك تدمجه هيد شوت، بس كل عليك تجيب 10 طلقات هيد شوت. يمكنك تسويهم بنفس الجيم او في جيم مختلفة، بس تجيب الطلقة على راسه وهيك بنحسب لك 1 من 10. اوكي، وننتقل للتحدي السابع والاخير من تحديات الباتل باس. والتحدي السابع مطلوب منك انك تكسر تعوت اللوت يلي في الاماكن الصفراء، بتعطيك اللوت عن بعد 50 متر او ابعد. اوكي، بس كل عليك تكسر تعوت اللوت اللي انتو شايفين قدامكم وتكون ابعد من 50 متر. طيب كيف بدك تعرف اذا انت كنت اقرب من 50 متر او ابعد؟ بس كل عليك يعني تحدد عليها مثل ما انت شايفين، وهيك ببين لك انه انت اقرب من 50 متر او ابعد من 50. لازم تكون 50 متر او ابعد. طبعا بتلاقوا هاي الشغلات اللي بتطير تعيت اللوت في الاماكن الصفراء، يعني يكون اسم المدينة في اللون الاصفر. اوكي، وهسه ننتقل لتحديات البرستيج او الهيبة. اوكي، ونبلش بالتحدي الاول من تحديات البرستيج. والتحدي الاول مطلوب منك انك تضرب النقطة وانت قاعد بتجمع موارد او اي شيء 5 مرات ورا بعض، يعني بس تيجي تكسر اشي راح تطلع لك النقطة، ولازم تضرب النقطة 5 مرات ورا بعض. بس تضربهم 5 مرات ورا بعض هيك راح تخلص التحدي. اوكي، وننتقل للتحدي الثاني. والتحدي الثاني مطلوب منك انك تكسر تعيت اللوت اللي بتعطيك اللوت ابعد من 100 متر، يعني تكون على بعد 100 متر او ابعد بعدين تكسرها. لو كنت اقرب من 100 متر مش راح ينحسب لك التحدي. وعشان تعرف اذا انت كنت ابعد من 100 متر او اقرب من 100 متر، كل عليك بس تحدد عليها وهيك بيطلع لك
انه انت اقرب من 100 متر او ابعد، ويمكنك تلاقيهم في المناطق اللي الاسم تاعها باللون الاصفر. اوكي بننتقل للتحدي الثالث، والتحدي الثالث مطلوب منك انك تدمج 3 اشخاص هيد شوت بنفس الجيم. لو سويتهم بقيم مختلفة مش راح ينحسب لك التحدي. بامكانك تدمجهم في اي سلاح، بس تدمج 3 على الراس، لازم تسويهم بنفس الجيم. اوكي وننتقل للتحدي الرابع، والتحدي الرابع مطلوب منك انك تدمج اي بوت بطور ذا كومبيان اللي انتو شايفينه قدامكم. كل عليك بس تدخل على الطور هذا وتدمج اي بوت، وبس تدمج اي بوت هيك راح تكون خلصت التحدي. لو ما خلصت تدمج اي بوت بعدين بس تخلص الجيم راح ينحسب لك التحدي. اوكي وننتقل للتحدي الخامس، والتحدي الخامس مطلوب منك انك تكمل سكاي دايف اللي هي تعيد النزول عند دستي دوبوت بعد ما تنزل من الباص. يعني بس تنزل من الباص تروح على دستي دوبوت وتخلص المهمة. بتكون في حلقات بالسماء مثل ما انت شايفين، بس كل عليك تفوت عليهم وهيك بتخلص التحدي. اوكي وننتقل للتحدي السادس، والتحدي السادس مطلوب منك انك تدمج 3 اشخاص هيد شوت اللي هي على الراس باستخدام الاسلحة اللي فيها سكوب. يعني اي سلاح فيه سكوب كل عليك تدمج 3 اشخاص فيه على الراس، يعني تجيبها 3 طلقات هيد شوت. يمكنك تسويهم بنفس الجيم او في اجيام مختلفة. اوكي وننتقل للتحدي السابع والاخير من تحديات البرستيج او الهيبة، والتحدي السابع مطلوب منك انك تدخل الزجاجة او قنينة المي في المكان اللي عند جنك جنكشن. طبعا هسه راح اورجيكم كيف تسوي التحدي. مثل ما شايفين في المكان هذا في بيكون دائرة هون، مثل ما انتم شايفينها بالصورة في زي دائرة في المكان هذا، بس كل عليك تستخدم القنينة هاي مثل ما شايفين هاي هي، بس كل عليك تستخدمها وتدخلها في المكان الاخضر. وبس لهون بكون انصات الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ان شاء الله كل ما تنزل تحديات راح انزل فيديو، وعشان يوصلك فيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ولا تنسوا اللايك. وبس مع السلامة.